مرحبا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على الفيسبوك، اهلا وسهلا بكم الى هذا البث المباشر من العقبية او منطقة السرطان جنوب لبنان. فعليا يعني مشاهدينا الكرام مثل ما عم نشوف هذه الاثناء صوت الجنوب، وذلك بعد مقتل جيش عنصر من قوات الايرلندية في العاملة في نطاق الامم المتحدة في جنوب لبنان. فعليا يعني مشاهدينا الكرام مثل ما عم نشوف بهيدي الاثناء هناك طاقة أمني من القوى الجيش اللبناني يمنع منع باتا الاقتراب. عم بهذه الاثناء يعني عم بيحاولوا يسحبوا اليه القوات الايرلنديه يلي امبارح صار مع حادثه هون بهيدي المنطقه. فعليا يعني من غير الواضح يعني او تضاربت المعلومات حول هذا الحادث. فعليا بحسب المعلومات المتداوله انه سيارتين تبعتين للقوات الايرلنديه في احدى السيارات ضلت الطريق ونزلت بالطريق البحريه، بينما السياره الاخرى كانت استمرت على الطريق العام. وبالفعل بس وصلت على منطقه السرفان كان هناك يعني اذا فينا نقول محاوله او اعتراض من قبل الاهالي. هذا الاعتراض من الاهالي ادى يعني الى حدوث اذا فينا نقول قيام القوات اليونيفيل بي دهس احد الاشخاص ونقل على اثره الى مستشفى علاء الدين. وبعد ما بحسب يعني عم نقول البيانات الرسميه اللي صدرت عن الكتيبه الايرلنديه العامله بجنوب لبنان انه هذه السياره او سياره اليونيفيل او اليه اليونيفيل هي وقطعة عم تقطع دحست احد الاشخاص، وهي مكملة طريقة تعرضت لاطلاق نار من اسلحة خفيفة. وبعدين بحسب ما مبين يعني شكله او ممكن صاحب او قائد الالية فقد السيطرة على الالية، مما ادى الى يعني اذا فينا نقول اذا عم تشوفوا طارسة زميلنا يوسف فواز يعني تحت ارمة الزرقاء ضربت بالعمود وقلبت على جنب. طبعا يعني جيش لبنان عم يطلب منا انه وقف التصوير. عم نحاول انه فينا نرجع لورا. كان الرئيس الايرلندي اعرب ب كلمة لإله أو تعليق سريع لإله أنه على مقتل الجندي في جنوب لبنان نعمل في بيئة عدائية صعبة. نعود مشاهدينا الكرام، فإذا يعني نحن سنحاول الابتعاد قليلا بناء على طلب القوى الأمنية والجيش اللبناني. فإذا مثل ما أن الرئيس الأردني تعليقا على مقتل الجندي في جنوب لبنان نعمل في بيئة عدائية صعبة، كان بيان صدر عن القوات الأيرلندية. أعلنت قوات الدفاع الإيرلندية في بيان أن جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتل في لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين تقل ثمانية جنود كانت متجهة نحو بيروت لنيران أسلحة خفيفة وفقا ما نقلت طبعا وكالة رويترز. وأضاف البيان أن فردا آخرا من قوى الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حالته خطيرة بعدما خضع لعملية جراحية
بعد الواقعة، فيما يتلقى الجنديان أخرا العلاج من إصابات طفيفة. وقالت القوات الدفاع الأردنية: نؤكد ببالغ الأسى مقتل أحد جنودنا في قوات الحفظ السلام الواقع في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية. أيضا كمان أيضا مشاهدينا الكرام، يعني خلينا نشوف على السريع إذا بيعرف زميلنا المشاهد يلي مبارح مثل عم نشوف هيدي الآلية تبع القوات المنفل مع طلقات نارية. أنا عم عيد البث ليبين المشهد مزبوط. عم تحاول تقطع وفي ضربت أحد السيارات من وراي نار كثير جنبية كملت طريقة تسمع عيارات نارية. يعني إذا فينا نقول كثرة التعليقات حول الحادثة، مسؤول وحدة الارتباط بحزب الله وفيق صفا قال أنه يترك الأمر للأجهزة الأمنية أو المجال للأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، ويجب أو نتمنى عدم وطلب عدم إقحام حزب الله في الحادثة. وفي هذه الأثناء أيضا يعني هناك معلومات عن جنديا إيرلنديا آخرا توفي متأثر بالإصابة. هي معلومات أولية غير دقيقة، معلومات أولية مشاهدينا الكرام غير دقيقة، أنه جنديا آخرا فعليا الجنود نقلوا إلى مستشفى الراعي ومن ثم نقلوا إلى مستشفى حمود، عم يتلقوا العلاج بمستشفى حمود الجامعي في مدينة الصيدا. رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضا بعث برسالة تعزية لنظير الإيرلندي، وقال رئيس بري: حادث مؤسف ومستنكر بكل المقاييس ولن يعكر صفو العلاقات التاريخية والعميقة بين اللبنانيين بشكل عام وأبناء الجنوب بشكل خاص مع الكتيبة الإيرلندية التي تمتد لأكثر من 3 عقود من الصداقة والتعاون لمصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال رئيس بري: ببالغ الأسى والحزن الشديدين تابعنا وتبلغنا نبأ وفاة أحد جنود كتيبة بلادكم العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان، وجرح 3 آخرين في حادث مؤسف مستنكر بكل المقاييس. فإذا الرئيس بري أيضا يستنكر هذا الحادث الذي وقع مع القوات اليونيفيل في منطقة العقبية جنوب صيدا. أيضا كمان مشاهدينا الكرام، أجرى وزير الدفاع الوطني موريس سليم اتصالا بالقائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو معربا عن أسفه العميق للحادث الأليم الذي حصل مع عناصر الوحدة الإيرلندية. يعني مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام الحادث وقع على الطريق البحرية بين السرطان وصيدا، كانت القوات اليونيفيل متجهة من الجنوب باتجاه بيروت. بحسب المعلومات يعني الأولية المتوفرة حتى الساعة أنه هن وعناصر ضلوا الطريق، نزلوا على الطريق البحرية. الطريق البحرية هي خارج نطاق عمل اليونيفيل بالفعل، يعني أو لما كان القوات الطوارئ بدهم يتنقلوا من الجنوب لبيروت بيسكلوا الاوتوستراد الزهرانة، فهنوا بقلب بهذه المنطقة اعترضوا مجموعة من الأهالي وهنوا عم بيحاولوا يقطعوا تعرضوا لإطلاق نار، وصار معهم حادث مثل ما ذكرنا مطرح الآليات العسكرية متواجدة بهذه المنطقة. كما ذكرنا انه 3 جرحى هنو متواجدين بمستشفى حمود الجامعي بصيدا.
فإذن مشاهدينا الكرام نحن مثل عم نشوف يعني هلا ايضا زحمه سير. الجيش اللبناني عم بيحاول قدر يعني عم بيحاولوا بهذه الاثناء سحب الاليه تحت يعني طوق امني مشدد، يعني اذا فينا نقول يعني يمنع اقتراب الصحفيين من هذه النقطه. راح نفرج شوي مشاهد للسيارة. فإذا هذه هي السيارة، سيارة اليونسول. هكذا بيعملوا إنه نحن أرخاص بس إنها غالية. فإذا عم نشوف هذه الآلية طبعا تواجد الجيش اللبناني بكثرة في هذه المنطقة. حنرجع نفرج على الآلية كمان يوسف بدي عزبك. يعني فإذا مشاهدينا الكرام طبعا نحن حنواكبكم وحنتابع معكم كل المجريات وكل التطورات يلي حتصير بمنطقة العقبية سرفانت. لحد هذه الساعة ما زال الجيش اللبناني يعمل عبر آلياته وعبر معداته لسحب آلية اليونيفيل يلي مثل ما ذكرنا انه انقلبت عن الطريق لا تحت الطريق، وهيدا على اثره ادى الى وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص. إذا مشاهدينا الكرام كنا معكم بهيدا البث المباشر، كان معكم محمد زنات يوسف وصوت بيروت انترناشونال.